اهلا بيكم في حلقة جديدة من ايجي موتورز. كل يوم سواء احنا في المواصلات او حتى في عربياتنا الخاصة بنلاقي موقف بيحصل معانا كل يوم. بنلاقي حد راكن على جنب وفاتح الكبوت وبيدور على وصلة للبطارية، ومش بس كده، ممكن نلاقي الإطار على الأرض وواقفين جنبه بيحاول يشوف أقرب مكان عشان يصلحه. وطبعا الستات والبنات مش محتاجين نقول أغلبيتهم بيكونوا فين، بيكونوا قاعدين جوه العربية وقافلين اللوك، وكمان بيتكلموا في الموبايل عشان يشوفوا أقرب حد ليهم عشان يساعدهم. عشان كده قررنا ان احنا نعرف كل المعلومات اللي تخص الاطارات والبطاريات. تابعونا في الحلقة بتاعت النهاردة. بنرحب بالبشمهندس ياسر عبادي، رئيس مجلس إدارة شركة مدينة الإطارات، وهيساعدنا ان احنا نعرف معلومات اكتر عن البطاريات والإطارات. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك نعرف انواع الإطارات اللي موجودة في السوق المصري؟ ممكن تكلمنا عليها؟ انواع الإطارات المتوفرة في السوق المصري دي افضل انواع الإطارات على مستوى العالم: ميشلان، كونتيننتال، جودير، بيريلي، دالوب، هانكوك، كومهو. دي من افضل الاطارات المتوفره على مستوى العالم جميعا. وازاي اقدر اعرف الاطار المناسب لعربيتي؟ الاطار المناسب لعربيه حضرتك انه بتكون الاطار متكون من خامات معينه او رابر او تيل المناسب لحضرتك. كل عربيه سواء باسنجر كار او 4x4 ليها اطار معين ليها في التركيب بتاعتها في الخامات. في مصر مناسب عامة التيل أكتر بكتير. يعني نفهم من حضرتك أن كل ماركة عربيات بيكون ليها مقاس مختلف عن الماركة الأخرى؟ أكيد كل ماركة ليها مقاس مختلف، كل عربية ذات نفسها ليها نقشة مختلفة، ليها أداء معين، ليها سرعة معينة، ليها أفضلية في مصر سواء في مصر في الشوارع بتاعتنا أو معدل الأداء بتاعها بيكون أفضل بكتير لو اخترنا براند ميشلان، اخترنا جودير، اخترنا ماركات عالمية أفضل بكتير. صناعات إيه حضرتك شايف إن هي بتستحمل الجو عندنا في مصر؟ طبعا الصناعة الألمانية أكتر صناعة متستحمل عندنا، عندنا أمريكي، عندنا أندونيسي أكتر بكتير برضو بيستحمل، ده بلد المطاط الطبيعي أكتر بكتير. بنشوف على الإطار أرقام ورموز، تقدر حضرتك توضح لنا هي بتعني إيه؟ اوكي، الارقام في الاطار عباره عن 3 ارقام. الارقام عباره عن عرض الاطار 205 55 16، ده 205 ده العرض 205 ملي، يعني اول رقم ده بيرمز للعرض. 55 ده ارتفاع الاطار، ال16 ده هو شير جنط بتاع الاطار. في معدل حموله 94، في حروف السرعه اللي هي الفي عباره عن بتبتدي من H 210 كيلومتر ساعة، V 240 كيلومتر ساعة، W 270 كيلومتر ساعة، Y ده بتاع الفراري والسبق في مصر مش موجود. بعض الأرقام في الإطارات كمان مهمة جدا اللي هو التريد وير تراكشن تمبريشن. التريد وير ده احتكاك الإطار أو معدل احتكاكه للأرض أو معدل تآكل الإطار أولا، وبعد كده تمبريشن ده الحرارة، معدل احتمال الحرارة للإطار. وافضل انواع الاطارات او افضل انواع الاطارات عالميا تبتدي بحرف A غالبا او تريبل A. احنا كمان شايفين هنا ان في كمان A B C D E F G، ومثلا العجلة دي حرف ال E في سهم ال E، ده تعني ايه مثلا؟ يعني انه هذا الاطار يوفر في البنزين، هذا الاطار معدل المية او استحماله في المطرة. ده حقيقي، هو ممكن الاطار يساعدنا ان احنا نوفر في البنزين؟ طبعا النقشة بتساعد كتير قوي، استهلاك البنزين بيقل، كل ناشف في مصر او سوبر سايلنت او غير سوبر سايلنت معدلة ان هي توفر في استهلاك البنزين في مصر. يا ريت توضح لنا يا باشمهندس، واحنا بنشتري اطار جديد بنلاقي ارقام وحروف مكتوب عليه، ممكن توضح لنا الارقام والحروف دي بترمز لايه؟ الارقام الموجودة على الاطار سي 205 55 16، 205 ده عرض الاطار ملي، 55 ده ارتفاع الاطار، 16 ده قطر الجنط الموجود عليه الاطار. في حروف تانية مهمة جدا، حروف السرعة وحروف حمولة الإطار ذات نفسه. حروف السرعة في مصر عامة H 210 كيلومتر ساعة، V 240 كيلومتر ساعة، W 270 كيلومتر ساعة، Y 300 كيلومتر ساعة.
في حاجات مهمه تانية اصلا في الاطار كمان بترزم ليها، تريد وير تراكشن تمبريشن. تريد وير ده معدل تاكل الاطار، تراكشن ده معدل الاحتكاك، تمبريشن ده الحراره. ودي من احسن الظروف فيها في مصر، اي او تريبل اي الحروف. انا كمان ملاحظه ان في رموز كمان هنا عليها بنزين وعليها صوره امطار وفي رمز للصوت كمان. تمام. ده بتعني ايه بقى الرموز دي؟ بتعني انه الاطار ده موفر في البنزين، ودي حروف اصلا عالميه، وتعني ان الاطار قابل ان هو يمشي في المطر او في ظروف صعبه مهدئه او غير مهدئه. وفي حاجه تانية اللي هو سوبر سايلنت، ده عباره عن ان الاطار ما فيهوش صوت على الاسفلت. يعني نفهم من كلام حضرتك ان فعلا ممكن اطار اجيبه يوفر لي في استهلاك البنزين؟ ده اكيد يا فندم، اكيد. وبالنسبه للمطر، في اطار ممكن مع نظام الاي بي اس يشتغل ويساعد ان يعني هل في مثلا مقاسات معينه من الاطارات ممكن تعمل معاكسه لنظام تشغيل الاي بي اس؟ دي حقيقه، والمفروض الواحد هو بيختار لازم يشوف النقشه بتاعه الاطار مساعده الاي بي اس ولا مساعده على الفرامل. وفي طبعا مصر عامه في باسنجر كار وفي 4x4 ده بيجمع انه اوف رود او اون رود استخدامات الاسفلت. هي الحاجة ممتازة فعلا. تاريخ حابب برضو توضح لنا هل الإطارات بيكون ليها تاريخ صلاحية؟ دي أهم حاجة في الإطار حاليا في مصر أو في العالم كله، إنه الإطار ما يتعداش الخمس سنوات كإنتاج. كل حاجة مكتوبة على الإطار، سواء الإطار عمره الافتراضي قد إيه، أو ففيه أربع أرقام دي أو تي، في مربع عبارة عن أربع أرقام، عبارة عن الأسبوعين الأولانيين 28، تاريخ الإنتاج السنة اللي بعدها 2018. هي انا معرفش طبعا الكاميرا هتقدر تجيب معانا الارقام، بس فعلا احنا موضحين الارقام محفوره يا جماعه على الاطار. وزي ما باشمهندس ياسر وضح لنا ان الارقام دي بترمز لتاريخ الصلاحيه. طب ولو قبل تاريخ الصلاحيه ممكن ان انا استغنى عن الاطار، ممكن يبوظ او يقدم؟ اكيد طبعا، الاطار عباره عن شبكه من السلك رابر ليه صلاحيه انتاج او تاريخ انتاج 5 سنين، ركب او مركبش هو اقصى حاجه فيه 5 سنين. يعني طب قبل الخمس سنين ممكن احتاج امتى ان انا اغير الاطار؟ احنا بنغير الاطار المفروض العمر الافتراضي 50,000 او 5 سنين، ايهما اقرب؟ مساء الخير، تسمح لي اتعرف بحضرتك؟ مصطفى هشام. اهلا بحضرتك. حضرتك كنت جاي تعمل ايه في الكاوتش؟ والله كان عندي مشكله في الكاوتش هنا، ريحت وانا ماشي كده اهوت، فانا كان حصل لي مشكله قبل كده عند حد يعني، بس جيت المكان ده هنا قبل كده. انا جاي بقول لي اوريدي حد شغال هنا في المكان، قلت له الكاوتش عندي فيه 3 خرام. هو فك الكاوتش وكشف عليها، قال لي ما عندكش الا خرم واحد، وعملها لي وصلحها ومشيت. فعشان كده ده اللي جابني تاني النهارده. ايه ده معقول؟ يعني نفهم من حضرتك ان حضرتك كان في خرمين حضرتك ما كانوش موجودين؟ بالظبط، انا كشفت عند حد قبل كده قال لي في 3، وكنت مستعجل فما عملتهمش. فلما جيت هنا انا بقول له الاوريدي العجله فيها 3 خرام، فقال لي لا هو فيها خرم واحد بس. يعني نفهم من كلام حضرتك ان حضرتك كان فيه خرم واحد بس هو ده الاصلي، وفي خرمين نفهم من كلام حضرتك ان المكان اللي انت رحت له الاولاني هو اللي خرمهم؟ هو قال لي ان هم موجودين، ما انا مش عارف. لكن هي فعلا مشكلة كتيرة جدا يا باشمهندس بنمر بيها، ان احنا بنبص يا جماعة بيبقى فيه خرم او خرمين، بعد كده نصدم ان احنا نلاقي الراجل بيقولك لا 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 لا، ده فيه 3 خرام، ده فيه 4، ده فيه 5. تعالوا بقى نشوف ايه الموضوع ده. بنرحب بباشمهندس مينا مصري، مدير عام شركة مدينة الإطارات. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا بحضرتك يا فندم. يا ريت توضح لنا يا باشمهندس إزاي كان في عميل عندكم عنده مشكلة إن هو كان راح لحد وكان عنده خرم واحد بس في الإطار عنده، بعد كده فوجئ لما جوا عندكم إن أنتوا بتقولوا له إن في خرمين، ما يعني زي اتعملوا بأداة معينة أو حاجة. الكلام ده فعلا حقيقي ممكن يحصل؟ مظبوط يا فندم، الكلام ده بيكون حقيقي. أنا حضرتك بتخشي في مكان مثلا عشان تبدأي عندك مشكلة في الكاوتش بتاعك، مثلا الكاوتش بتلاقي إن العجلة ضغط الهواء فيها قليل،
فبتروحي عشان تعملي العجله بتلاقي بتفوجئي ان الولد الصناعي اللي شغال في العربيه بيبدا ان هو يقول لحضرتك معلش اركبي العربيه اكسري لي العجل اعدلي لي العجل. بيبقى ماسك في ايديه حاجه زي مضرب اللي احنا بنعمل بيه الخوابير, بس ده بيبقى مسنون بحيث ان هو يكون السن بتاعه مدبب جدا. مجرد ما بيبدا يحطه في اي مكان في الكاوتش بيبدا يعمل خرم. فيبدا حضرتك تلاحظي ان هو بيقول لك انت عندك 3 خرام, انت عندك 5, انت عندك 8. انا مره يا جماعه قال لي عندك 8 والله. فده بيحصل فعلا. فحضرتك بتلاقي ناس بتيجي تدفع يلاقي نفسه ده عايز يدفع 8 عجله كامل عشان يعمل لحامات. طب احنا عايزين نسال حضرتك برضو سؤال مهم جدا, العجله لو عملت فيها كذا لحام ده ممكن ياثر على الكفاءه بتاعتها؟ طبعا العجله ممكن تتاثر كفاءتها بنسبه كبيره جدا, لان وارد جدا واحنا بنعمل اللحام العجله عباره عن شبكه اسلاك وفيها مجموعه عمدان رئيسيه. لو انا النهارده زي لو عندي عماره وجيت كسرت عمود من في العماره من تحت, العماره دي هيبدا اساسها كله ينهار. نفس الفكره في الكاوتش, لو انا جيت وهو بيعمل لحام خابور او حاجه وحصل ان هو ضرب اي عمود من العمدان الرئيسيه اللي موجود في الكاوتش, طبعا كفاءه الكاوتش هتقل بنسبه كبيره جدا. يعني حضرتك وضحت لنا ان هي بتبقى حاجه اداه رفيعه جدا واحنا صعب ناخد بالنا منها. انا ممكن اوري لحضرتك دلوقتي شكل الاداه دي بيبقى عامل ازاي. يا ريت. ده احنا بنخرج بيه المسامير من جوه, بس ده مش مدبب خالص, التاني بيبقى ارفع من كده, بيبقى مسنون جدا على طبعا الكاميرا لو تقدر توضح معانا. يعني هو الطبيعي يا باشمهندس ان يعني الرفع بتاع الاداه دي من كده بكتير, يعني هو بيبقى اقل من كده بكتير. ده الاصل بتاعه, ده المضرب بتاع الخوابير, بيسنوه لحد ما يبقى هو سهل في ايديه ان هو يخرم بيه العجله وانس ان حضرتك بعدتي عنه. طب هو مش من الطبيعي ان هو يبقى ماسك الاداه دي عشان يصلح لي المشكله اللي في العجل؟ بعد ما يفك العجله, مش والعجله راكبه في العربيه وهو بيكشف عليها لحضرتك. الصح ان انا عشان اكشف على عجله عربيه مش وهي راكبه في العربيه, انا افك العجله بره. ايوه يا جماعه نركز بقى في التكنيكات اللي جايه دي. صح ان انا بفك العجله بره العربيه وببدا اتشيك على العجله وابدا اشوف اللحام المناسب ليها. هل هو لحام مثلا بيبقى فيه عندنا لحام مكوى, هل هو هيكون لحام سريع, هل هو هيكون لحام خبور. طب احسن وافضل انواع اللحامات حضرتك بتفضل ايه؟ لحام المكوى طبعا, لحام المكوى ده افضلهم. لحام الخبور ده احنا بنلجألوش غير لو العميل طلب قال انا عايز لا اعمل لي خبور, انا مستعجل, انا عايز امشي, لا انا ما بحبش اللحامات التانية, لان في عملاء كتير بتبقى قلقانة من اللحامات ومن اللي بيحصل لان بيشوفوا كتير. ده حقيقي طبعا, الاطارات دي ارواح ومسؤولية كبيرة, فيعني لازم نركز فيها. وكمان حضرتك وضحت حاجة مهمة جدا ان العجلة كمان لو بقى فيها خوابير كتيرة جدا ده هيأثر على كفاءتها, فاحنا لازم ناخد بالنا. بس انا في حاجة حضرتك وضحتها حابة برضو أأكدها, يعني انا لو دلوقتي عندي مشكلة في العجل ولقيت الفني المسؤول عن تغيير او تصليح العجل العجلة بتاعتي ماسك الأداة دي من أول ما دخلت المكان, أفهم من كده بقى أن هو أبتدي أشك صح؟ هو للأسف حضرتك مش هتشوفيها, لأن هو بيبقى ماسكها في إيديه ما بين صوابعه وهو بيكشف على العجلة وبيحرك إيديه عليها كده. مجرد ما قال لحضرتك معلش اكسري لي العجل شوية, معلش حضرتك هي العربية مايلة شوية أو أي حاجة من الكلام ده, هو بيبدأ يحط إيديه يشك العجلة عشان يبدأ يعمل فيها الخرام. بتبقى خرام رفيعة جدا, وانس إنه حط عليها المية دي بتبان إن هي بتعمل زي بابلز كده أو بتعمل فقاعات. أيوة بنشوف دايما الفقاعات. في حاجة تانية إن هما بدل المية اللي بصابون اللي إحنا بنستخدمها عشان نكشف على العجلة بيبقى فيه بيحطوا مية نار, فوانس إنها تيجي على الكاوتشوك أو على الرابر بتاع الكاوتشوك بتبدأ تعمل برضو فقاعات أو بابلز, فبيبان إن أكن ده حقيقي فعلا. يعني حضرتك برضو اتطرقت لحاجة مهمة جدا إن يا جماعة مية النار مع التراب أصلا اللي موجود على الأرض بيعمل تفاعل خطير جدا. بصيتي على شكل المية دي واضح جدا إن هي مية بصابون, لو بصينا على اللي هم بيستخدموه لو هو غلط هتلاقيها شفافة جدا ما فيهاش رغاوي من فوق, ده دي ساعتها تبدأي تشكي لأن ممكن يبقى فيه دي حاجة مش مية. هي مية النار ما بتعملش رغاوي,
لا طبعا مية النار هتبدا تعمل فقاعات لان هو مش محتاج ان هو يخرم بقى ساعتها وانس ان هو رشها فهي بتعمل بابلز وانس انها اترشت فيبان ان في خرام فيقول حاجه ده انت عندك خرام كتير في العجل. يعني ابتدي اركز يا جماعه لا اما الاقي ميه النار لا اما ايه الاقي الاداء لازم اقول له وريني ايدك صح. لو قال لحضرتك لفي اعدلي لي العجل اعملي الكلام ده كله ما تلفيش ما تسيبيش العجله. لو انت رايحه في مكان انت مطمنه فيه زي اسماء شركات كويسه ممكن هتبقي مش قلقانه وانت قاعده في عربيتك عارفه ان هيحصل فيها الصح. يا ريت يا جماعه فعلا الموضوع ده مهم جدا ويا ريت فعلا ان احنا نركز بالذات واحنا بنصلح الاطار لان زي ما شفنا ممكن حاجات الواحد ما ياخدش باله منها بس تفرق كتير واولا واخيرا دي ارواحنا وارواح ولادنا. باشمهندس مينا سمعنا عن العجل الرام فلات ممكن تكلمنا عليه اكتر؟ العجل الرام فلات بيبقى مختلف خالص عن العجل العادي. العجل العادي بيبقى الجنب بتاعه العجلة بتبقى الجنب بتاعه احنا دلوقتي شايفين فيه فعلا عجلتين دلوقتي انهي واحدة فيهم الرام فلات؟ دي رام فلات والرام فلات بيبقى مكتوب عليه RFT او SSR على حسب نوع العجلة يا اما بيبقى مكتوب عليه RFT يا اما مكتوب عليه SSR. بالنسبة للعجلة الرام فلات بيبقى الجنب بتاعها كله مصفح من الجناب. العجلة العادية ما فيهاش أي تصفيح يعني لو حد داس على العجلة جنبها لو هي عادية بيلاقيها طري خالص. العجلة الرام فلات جنبها مصفح ما يقدرش إن هو يدوس عليه. اللي بيفرق العجلة الرام فلات عن العجلة العادية في الموديلات الجديدة بتاعت العربيات زي البي إم والمرسيدس العجلة نفسها ما بيبقاش فيه ستبن موجود في العربية فالعجلة لو ضغط الهواء اللي فيه قل بيقدر يمشي عليها بتفضل واقفة زي ما هي أكنها منفوخة بالهواء ويقدر يمشي عليها لمسافة 200 كيلومتر على سرعة ما تتخطاش 80 كيلو. معقول يعني نفهم من حضرتك إذا العجلة الرام فلات بتبقى كلها مصفحة ولا يعني الحواف بس بتاعتها؟ دي عجلة رام فلات. العجلة رام فلات الجنب ده كله لحد هنا المسافة دي ده كلها مصفحة بحيث ان العجلة لما يقل ضغط الهواء اللي فيها يبقوا الجنبين بتوعها هم اللي موقفينها بحيث حتى لو ما فيهاش ضغط هواء تفضل واقفة زي ما هي اكن ضغط الهواء موجود جواها. بس على الكمبيوتر بتاع العربية بتطلع مسج للي سايق العربية بتعرفه ان ضغط الهواء قل في العجلة بتاعته في الموديلات كلها ما عدا الجيب بيوضح له كمان اني عجلة في العربية هي اللي حصل فيها ان الهواء قل الضغط فيه. انا ملاحظه كمان ان الرام فلات اعرض واطول على حسب المقاس بتاع العربيه كل عربيه بيبقى ليها المقاس اللي محتاجاه كل عربيه في دي مقاس معين مثلا في مقاسات اكبر من كده على حسب المقاس اللي العربيه محتاجاه. طيب لو مثلا في لا قدر الله مسمار او ازاز او حاجه الرام فلات بيتاثر بالحاجات دي ولا ملوش علاقه؟ لو الجناب بتاعه العجله هتتحمل اللي ما يتحملوش العجله العاديه ان هي يحصل فيها الخرم لكن لو في البطن بتاعه العجله ممكن يتاثر وارد بس نسبه الكاوتشوك فيه بتكون ازيد شويه فبرضو بيحصل فيها نقدر ان احنا نعالجه باللحامات لو في حصل حاجه زي كده. بس احنا اكيد لو لا قدر الله موقف زي كده حصل اقدر امشي 200 كيلو متر على سرعه 80 حضرتك ترشح السرعه دي؟ بالظبط كده ما نتخطاش سرعه ال 80 وافضل ماشي لمسافه 200 كيلو لحد ما يبقى في مكان انا اقدر اكون واثق فيه ان انا ابدا اصلح العجله بتاعتي. هايل والله. طب دلوقتي انا لو العربيه بتاعتي الاطار بتاعها عادي هل اقدر اركب اطار رام فلات لعربيتي؟ ما يفضلش لو الاطارات عاديه ان انا اركب رام فلات عشان ما اثرش على العفشه بتاعت العربيه وده بيبقى جزء تاني مختص بعفشه العربيه عشان العفشه نفسها بتبقى معموله الشركه المصنعه عاملاها ان هي تستحمل تاثير صدمه الرام فلات العجله بتبقى انشف فما يبقاش اللي راكب العربيه حاسس بان العفشه ناشفه معاك شويه. ده حقيقي فعلا. ميرسي لحضرتك. تشرفتي فعلا. ميرسي جدا. ورجعنا تاني للبشمهندس ياسر وعايزين حضرتك توضح لنا ايه هي انواع البطاريات وايه الفرق ما بين البطاريه الجافه والحمضيه؟ انواع البطاريات المتوفره في مصر بطاريتين او نوعين من البطاريات بطاريه كلوز مقفوله دي قليلا ما تحتاج لصيانه ويسمى جافه وبطاريه حمضيه ودي خلاص انتهت غالبا من السوق يعني. طب وازاي اعمل صيانه للبطاريه؟
البطارية معتمدة أصلا على الدينامو السيارة، كتاوة الفيوز، كل ده مشمل للسيارة. الدينامو بيشغل بس العربية، وبعدين البطارية بتشغل بداية الدينامو، وبعدين الكفاءة بتاعت البطارية سواء قليلة ما تحتاج للصيانة بتحافظ على عمر العربية أكتر بكتير، وفي نفس الوقت بيديك أداء أعلى بكتير، ومفيش حامض أو حاجات تبدل العربية بعد كده. طيب ازاي اعرف بقى، ده سؤال مهم جدا، ازاي اعرف ان العطل اللي في عربيتي ده سببه البطارية مش حاجة تانية؟ بنقيس اول حاجة لما حضرتك بتيجي لنا بنفس المشكلة دي، بنقيس الدينامو بتاع العربية، الدينامو شغال كويس، كتاوت شغالة كويس، او الفيوز شغالة كويسة في العربية، بنحمل بعد كده على البطارية وحدها، او بنفهم اذا كانت البطارية شغالة كويس ولا فيها مشكلة. طب ناس زينا كده معلوماتها على قدها، تعرف ازاي بقى ان البطارية وانا في الشارع يعني العربية ما ضارتش مني مثلا، ده ليه علاقة مباشرة بالبطارية ولا ممكن يبقى حاجة تانية؟ لا برضو ما نقدرش نتأكد منها الا لما نقيس كل كهربة العربية، العربية سواء في دينامو فيه مشكلة او كتاوت فيه فيوز فيه مشكلة، اخر حاجة بنقيسها البطارية بس. العربية وقفت او اوريدي وقفت في الطريق، حضرتك بتعملي تشيك على كل هذه المجموعة. احنا شفنا برضو في موديلات من العربيات بيبقى فيه علامة معينة للبطارية، دي علامة قياس الدينامو وقياس كفاءة البطارية. يعني الدينامو والكفاءة البطارية الاتنين نفس المؤشر؟ نفس المؤشر بتاع لو الدينامو قال او حضرتك ما بيشحنش اصلا، فبيديك علامة انه في مشكلة في البطارية ذات نفسها. ميرسي لحضرتك جدا، وشكرا للمعلومات القيمة جدا. نبقى عرفنا ازاي اقدر اشوف المشاكل اللي ممكن توجهني في الاطارات والبطاريات وازاي اقدر احلها، وعرفنا التكنيك اللي الناس للاسف ساعات بيلجأوا لي ان هم يضحكوا على الناس اللي ما عندهاش خبره كافيه في مجال الاطارات، وعرفنا الطرق اللي هم بيلجأوا ليها عشان يقولوا لنا ان في خرمين وثلاثه واربعه، وعرفنا ازاي كمان نعمل صيانه للبطاريات بتاعتنا. تابعونا في برنامجكم إيجي موتورز.